لو الحكاية فيها إن فيتو رحلت منها عشان جالي عرض أحسن من روتانا. يعني روتانا اسم أعلى. ما كانش خلافات مع إدارة المنحة؟ لا خالص. حتى الآن حسن راتب صديق عزيز جدا. بصرف النظر هو لا لا لا. راتب ليس هو من يدير المحور بشكل كامل ولكن لا هو اللي بيدير. بس في موجود اخوه وفيره وفيره راتب اخويا ده انا وفي انا وفي متربين مع بعض. يعني بقول لك احنا حسن راتب صديق للاسره وهو صديق لوالدي وفي راتب ده انا بقول لك تقريبا متربين مع بعض يعني. فلا مفيش خلافات خالص بيني وبين بتاعه وسبته. وحقيقه انا ممتن لحسن راتب. انا رحت لحسن راتب كان عقدي لسه فيه 4 اشهر على العقد السنوي بتاع مع المحور. قلت له انا جاي لي عرض من روتانا هلا سرحان ماشيه من روتانا مصرية والناس كلموني وقالوا لي تعمل التوك شو السياسي وعملوا لي حملة إعلانية كويسة والعقد كويس وفرصة كويسة وأنا شايف إن فيها خير ليا أكتر. الراجل الحقيقة قال لي يعني عز عليا برأيك لكن لو فيها مصلحة ليك اتكل على الله. فأنا ممتن ليه جدا. كان ممكن جدا يقول لي لا أنا ملتزم بالعقد يطلع الشرط الجزائي ومش عارف إيه. الراجل بمنتهى الأدب الحقيقة يعني قال لي ما دام في مصلحتك وخير ليك اتكل على الله. ورحت فعلا روتانا عقد أفضل بالنسبة لي. روتانا يعني كانت ميزه اكبر لانه اولا واحده من اهم المجموعات العربيه الاعلاميه مش بس المصريه. وعايز اقول لك ان مشاهدتي كمان في الخليج وبتاع الحمد لله كويسه جدا جدا بخلاف مصر. فده محقق لي يعني ساتسفاكشن او اقتناع ورضا جيد جدا. بالاضافه بقول لك ان العرض كمان كان افضل. فالواحد بيتطور بيحب يتطور يعني. في ناس قالوا كتير جدا ان تامر امين سيرحل من روتانا لان هناك عرض من سي بي سي او عشان في صداقه بينه وبين لا ما في صداقه طول الوقت. ما أيوة كان زمان. هو قبل كده اتعرف عليك وانا عرفت ان الاستاذ خير رمضان عرض عليك انك تروح سي بي سي ولكن حضرتك رفضت ولاسباب انا ما اعرفش هيش لحد دلوقتي. كويس تمام. بص يعني مش هقدر افتح بقي في كلام عن قنوات زميله او زملاء لانه انا لازم احترم يعني كواليس المهنه والاخلاقيات بتاع المهنه والكلام اللي بيدور بيني في مفاوضات وجدل بيني وبين زملاء واصدقاء كمان. هم مش بس زملاء هم زملاء واصدقاء واخوات لازم احترمه حتى النهايه لانه كان في السر فلازم يبقى سرا. لكن انا ملتزم بتعاقدي مع روتانا حتى ينتهي ولسه فاضل لي يعني ما يقارب العشر اشهر لان انا متعاقد مع روتانا 3 سنين. العقد لما مدو معايا 3 سنين خلصت منه سنه وشهرين وفاضل ان شاء الله يخلص بعد رمضان اللي جاي ان شاء الله. فحتى رمضان اللي جاي ما فيش كلام بيني وبين اي قناه خالص. انا ملتزم بعقدي لان انا من الناس اللي بحب التزم بالعقود واكملها علشان يبقى القناه اللي بعد كده تتعاقد معايا تبقى عارفه ان انا واحد من الملتزمين يعني. فانا مكمل في روتانا على الاقل لحد العقد يجدد مع روتانا يا حاجه تانية لسه بقى بدري على الكلام ده. كنت زميل للاستاذ محمود سعد في فتره ال هل انت راضي عن المسيره او هل انت راضي عن مسيرته ما بعد الثوره وبعد ما الافتراق بينكم ولا رايك ايه في هل هو في تحول ما مع اتهامات بتواجه في الشارع؟ رايك ايه في مسيره الاستاذ محمود سعد؟ يا ربنا يوفقك. شلون بقى معنا لسه قايل لك انا لسه قايل لك للاسف الشديد ولا اقدر افتح يعني اخلاقيات المهنه تستدعي ان انا ما اقيمش زميل. ما حصلش بينكم وبين بعض كونتاكت مثلا اتصالات او لا بنتقابل في المناسبات العامه في لقاءات الاعلاميه في يعني المناسبات العامه اللي بتحصل بنتقابل وبنسلم على بعض وبتاع ان احنا كنا عشره. بس احنا مش اصدقاء. انا ومحمود مش اصدقاء احنا زملاء. يعني في فرق ما بين الزماله والصداقه. انا ومحمود اصدقاء زملاء طول الوقت لكن مش اصدقاء لانه طباعه وافكاره واتجاهاته مختلفه عني. ف مش اصدقاء يعني. انا ليا في الوسط الاعلامي اصدقاء وزملاء. مين من الاصدقاء المقربين؟ من الاصدقاء المقربين يعني حتى على المستوى الاسري والانساني خير رمضان ومجدي الجلاد ومحمد الامين وخالد صلاح ولميس الحديدي ومين تاني واحمد المسلماني وعلي السيد جمع الحسنيين و... ومعتز الدمرداش ومحمد مصطفى شردي. يعني لا اصدقاء لا باس بهم يعني. دول اصدقاء. دول اصدقاء اللي هو بنتقابل وبنتكلم على بعض بنتكلم مع بعض على طول ونسال على بعض ونخرج مع بعض يعني في حاله من حالات التواصل المستمر. الباقيين اللي هو كل فتره وفتره بنسال على بعض لما نتقابل بالصدفه في مناسبات عامه دول زملاء. ايه راي حضرتك في التوك شو بصفه عامه؟ تحول فجاه بقى التوك شو تحريضي.
بيصيب الواحد بحاله من الضغط العالي على طول هو بيحرض. يعني البرامج هي مع السي سي ومع الدوله وده حاجه جميله جدا, بس وهم بيعملوا ده بيهدوا فيه بقت توك شو تحريضي. بص في غلط عندنا احنا مذيعين التوك شو وفي غلط عند المشاهدين, وانا ما بكسفش ان انا اقول المشاهدين مغلط, لا المشاهدين برضو في ثقافتهم الفرجوية او ثقافة المشاهدة عندها بعض السلبيات لازم تتصلح. الغلط اللي عندنا احنا كمذيعين واعلاميين قائمين على برامج التوك شو ان احنا بنخلط شوية ما بين الاصلاح والهدم, وانا عشان كده حتى بالصدفة الثلاث اربع ايام اللي فاتوا انا عامل عنوان بقوله في بداية كل حلقة من حلقات, ارجوكم ايها الاعلاميون انتبهوا اصلحوا المعبد ولا تهدموه, لان في فرق ان انا بعمل زي الدبه اللي قتلت صاحبها, ان انا فاهم ان انا بحب بلدي كده وبتاعه ومش عارف كذا فجايب المعبد او الوطن على من اساسه كده واجيبه على الارض, فرق ان انا انتقد وهاجم بس بهدف الاصلاح والدعم وان انا بصر الراي العام وبصر صانع القرار وبصر الحكومه بالاخطاء, مش ان انا عايز اشوه بالسلام. فده الخطا اللي بعضنا بيرتكبه بيخلط ما بين ده وده. الخطأ اللي بيحصل عند المشاهد وهي فكرة انه عايز ياخد الجرعة كاملة. انت حضرتك بتعملي بتروح البيت ما بتيجي الساعة 8 8 ونص كده اللي هي بداية فترة التوك شوز, تمسكي الريموت في ايدك وعايزة تشوفي كل مذيع بيقول ايه, فبتجيبي 10 دقايق على تامر امين الحق مش عارف كده, بعدين الحق بسرعة وجايب على مش عارف لميزه, وبعدين بسرعة اجري اشوف ابراهيم قال ايه ومش عارف ايه عمرو كذا كده, فبتكتشف بعد ساعتين ان انت خدتي جرعه سواد فظيعه بسبب ان انت خدتي اسود ما فينا كلنا. لكن لو انت خلاص انت مقتنعه بالطريقه والاداره اللي بيعملها تامر امين خليكي مع تامر امين, او بتحبي ابراهيم عيسى خليكي مع ابراهيم عيسى, بتحبي عمرو اديب خليكي مع عمرو اديب, انت ليكي تخشوا في اليوم. لكن انت بطمع شويه في المشاهده, يعني طبعا بطمع شويه في المشاهده عايزه تفرجي كله بيقول ايه, فتكتشفي انه تامر ولا ايه, فبتجمعي السلبيات اللي انا بقولها مع سلبيات كذا كذا, فتكتشفي ان الدنيا سواد. ودي وعلى فكره والهدف من وجود التنوع برامج التوك شو مش ده, يعني انت لما بتروحي فرح فبتلاقي اوبن بوفيه البوفيه مفتوح, هل انت لازم تاخدي كل صنف موجود على الترابيزه؟ هيجي لك تخمه, فانت بيجي لك تخمه اعلاميه, انت المفروض بتروحي بتاخدي صنف رز وصنف لحمه وصنف سلطه مش بتروح من الاوبن بوفيه مظبوط. لكن احنا ثقافتنا كمصريين لازم اخد المحشي والرز والمكرونه, ولازم اخد الفراخ والسمك والبتاع والحلو, لازم اخد الحلو الشرقي والحلو الغربي, هيجي لك لازم تتعب. ده اللي بيحصل بالظبط, خلصي الساعه 11 12 تحس ان انت بطك منفوخه بس من مش من الاكل من الفرجه, خدي صوت. كل المذيعين صوتهم عالي, صوتهم عالي زياده عن اللزوم قدام الميكروفون, الاسماء كلهم بيصرخوا تمام, وكل الاخبار فيها في اخبار بتبقى فعلا موضوعيه وفي اخبار بتبقى لا المعيار حضرتك, يعني تحس ان في سيناريو واحد متوزع على كل برامج التوك شو, كل واحد هي مش هي موضه هي موضه دلوقتي الزعيم. وحتى كنت قاعد امبارح مع مجموعه من الاصدقاء منهم اتنين من الاعلاميين الصغيرين يعني لسه بيبتدوا, فقال لك انا ناوي ازعق بصراحه, الزعيق هو اللي بياكل مع الناس فانا ناوي اعلي صوتي. فانا معاك ان هي ظاهره, بس برضه هنا المعيار هو المشاهد, انت الترمومتر بقى اللي جواكي مش اللي جوانا كمشاهده هو اللي تقدري تقولي انفعال الاعلامي اللي قدامي ده طبيعي ولا مصطنع. وعايز اقول لك بيتعرف جدا 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 من اول لحظه, في ناس بتتفرج يقول لك انت بتزعق ليه وانت قاعده في البيت بتبص للعيال بتزعل, الموضوع ما يستاهلش زعيق. يعني في ناس بيقول لك مساء الخير حلقه جديده من برنامج كذا, ليه بتعمله فورا؟ يعني مفيش حتى تضرر منطقي للانفعال, خلاص انت فاهم ان ده فورا ارتفيشال, ده واحد بيطلع على المسرح وفي حد تاني انت نفسك بتقولي هدي نفسك يا تامر, بقى انت معاك حق فعلا انت انفعال بس مره ايه كده. فانت اللي قادره على ان انت تصنفي مين اللي انفعاله مسرحي تمثيلي مصطنع ومين اللي منفعل لانه فعلا شايف ان القضيه ما ينفعش يتسكت عليها وما ينفعش تناقش بهدوء, لان انت توجه رساله صارخه للمسؤولين اصلحوا هذا العيب فورا لانه جريمه. اتفضل يا باشا. طبعا بيردوا دلوقتي مجموعه الشباب ان هم
منظورين الجماعة دول على 28 نوفمبر. هل في رابط ما بينه وبين 29 نوفمبر تمهيد لأن 29 نوفمبر حقه فضيلة نوفمبر؟ لا يعني أنا لا أعتقد إن هم بيجهزوا الساحة اللي بقى النظام القديم والكلام العبيط اللي بيتقال تاني. لا أنا ما أعتقدش. لا أنا ما أعتقدش إن في رابط. أنا ما أعتقدش إن في رابط. تحديد اليوم إيه؟ 28 نوفمبر لا هم عايزين يعملوا في وجهة نظري يعني هم عايزين يعملوا من وجهة نظرهم تهيئة ل 25 يناير فهم شايفين انه الدعوات ل 25 يناير مرة واحدة لن تؤتي ثمارها لان احنا جربوها قبل كده وكانت تجارب فاشلة فقال لك احنا عايزين نعمل مجموعة من الفعاليات تبدأ في نهاية نوفمبر ثم ديسمبر وصولا الى ان الثورة تكتمل من وجهة نظرهم في 25 يناير ليه مش 28/10 ليه مش 5 نوفمبر؟ يعني 28 بمهد الارض ل 29 في حكم احتمال 99% براءة مباراة. انا ما ندخلش في احكام القضاء ربما لا ربما 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 بص ربما استغلال للحدث لكن انا مش شايف ان في ربط كامل يعني لا يعني انا مش شايف ان في ربط كامل هو ربما استغلال للتاريخ للحدث لكن انا مش شايف ان في ربط كامل وانا مش شايف اساسا الموضوع نقلق منه يعني انا شايف انه زوبعه كبيره وحتى الاخوان وصفوا 30 يونيو بزوبعه وان يومه هيعدي وهتعمل تصور لا ما هو انت في النهايه الوصف بتاعك بيبقى مبني على قراءات هو خد قراءاتهم فاشله لان 30 يونيو كان واضح ان البركان هينفجر والاعلام لعب دور كبير فيه. هل انت شايف بقراءتك الشخصيه انه في بركان هينفجر من 28 نوفمبر طب في اول كلامك حضرتك قلت ان مبارك والعائله كانوا خط احمر طب بعد 30 يونيو ايه الخطوط الحمراء لحضرتك وللاعلاميين بشكل عام بالنسبه لي انا بقاء الوطن ان يبقى في حاجه اسمها دوله ده الخط الاحمر بتاعي مش السيسي ومش الرئاسة ومش الحكومة مش اي حاجة انا خطي الاحمر اللي انا حطه لنفسي مش اللي حد حاطته لي ان يبقى في دولة فاي قضية بناقشها اي حلقة وانا داخل على الاستوديو في الاول بحط في دماغي كده اللي انا هقوله اللي انا هعمله ده هيصلح البلد وينقيها من الاخطاء ويزبط الامور ومش عارف كذا ولا هيهد الدولة لو هيهد الدولة مش هعمله تمام بس فانا خطي الاحمر هو ان احنا نبقى دولة او لا دولة بس ده رأيي الشخصي المتواضع في بعض الناس للأسف وانا بقول حتى اللفظ دايما كده بقوله وبكرره انه فينا اعلاميين بيرقصوا على جثة الوطن يقول لك انا ومن بعد الطوفان انا اعمل سكسي وشهرة واخد نجومية وان شاء الله البلد هي اللي تدفع التمن انا مش منطقي ده طول الوقت وفي المقابل في فريق تاني بيتكلم على فكرة اعلام الرئيس والاصطفاف خلف الرئيس والرئيس يفعل ما يريد و و و المعيار هو الاداء يعني بص على الاداء وشوف هل في نفاق عمال على بطل الرئيس ولا في دعم انا شايف ان الرئيس محتاج دعم بس مش محتاج نفاق مش محتاج تطبيل هو فرق كبير ما بين ان تدعم رئيسك وما بين ان تنافق او تفرعن رئيسك انا ادعي ان انا ما بعملش الفرعنة ولا التطبيل ولا النفاق لكن انا حقي وواجبي ان انا ادعم النظام وادعم الدولة وادعم الرئيس والحساب في اخر الفترة تمام طب على غير العادة يعني ما تعودناش ان الرئيس يطلع يتكلم عن منشيت الجورنال الرئيس السيسي لما كتبنا له منورة يا حكومة طلع واحتد على المنشيت وازاي تقول منورة يا حكومة في عز فعلا ان البلد كانت في ثورة يعني في ظلام على فكره انا شايف انه تفاعل طبيعي ولطيف مش مالي واحتد ان انت ما بتعملوش كده هو انا قدم ان انت بتحل المشكله انا ما يعنيني هل تدخل تمام يعني انا في النهايه ما اقدرش احكمه على انه انبسط من منشته ولا ما انبسطش ضايق ولا ما ضايقوش شايف انه موضوعي ولا مش موضوعي هنا ده يدخل في اطار النقد والاراء هو شايف ان المنشط ظالم شويه لان الحكومه ليس في الامكان افضل من مكانه وان مش بايديها وانها مش مقصره وان ازمه الكهرباء اكبر من انها تحل في ايام معدوده من ده وجهه نظر ووجهه نظر الحكومه كويس الاعلام كان شايف وجهه نظر مختلفه هنا اختلاف وجهات النظر انا هنا انتقد الرئيس لو تدخل لو سحب الجورنال من المطبعه او لو قال ان الجورنال ده يتقفل بكره الصبح هنا اقول لا ستوب هنا تدخل غير مقبول وننتقد لكن مجرد نقول رايه انه شايف ان المانشيت مش موضوعي يعني ما ينفعش احرم رئيس الجمهوريه من انه يبقى بني ادم يختلف معايا في الراي بس رئيس الجمهوريه عارف ان احنا عندنا متبرعين بالخدمات كتير لما يعرفوا ان هو زعلان من مانشيت كذا هل حد تبرع المعيار كده انا بقول لك المعيار بتاعي هل في يعني انتوا في فيتو امبارح ولا اول امبارح كاتبين المانشيت بتاع الوزير الداخليه الفاشل
هل في حد اتقبض عليه؟ هل في حد اعتقل؟ هل الجرنان اتصادر من السوق؟ بس ده اللي انا بقول. انا ممكن اختلف معاك، انا مختلف في المانشيت كويس، انا شايف ان في سلبيات عند الداخليه وفي سلبيات عند وزير الداخليه، بس حكم الفشل يعني لازم يبقى حكم عام بمنطق انه الاوضاع الامنيه بتنفلت اكتر. لا انا مش شايف ان الاوضاع الامنيه بتنفلت اكتر. لو انت اعتبرت الاحداث الارهابيه دي مش مسؤوليه الداخليه لوحدها، مسؤوليه الدوله كلها والجيش ومش عارف ايه، وده تراكم اللي عملوا فينا المرسي والاخوان في سنه ان هم وطنوا الارهاب في سيناء، فالاحداث الارهابيه تستبعدها، وطبعا حوادث الطرق ومش عارف ايه شويه برضو تستبعدها، لان جزء منها قضاء وقدر وجزء منها اهمال بعض المسؤولين في المحافظات وفي الحي وفي الطرق ومش عارف كذا. لكن على مستوى الاحداث يعني سرقه العربيات قلت، الهوجه اللي كانت بتاعت سرقه العربيات قلت، فكره البلطجه اللي كانت زايده قوي في الشارع قلت شويه. انا شايف ان دي شويه نجاحات لوزاره الداخليه، القبض على بعض الخلايا الارهابيه وامن الدوله بتاع شغال شويه، امن الوطني بيتعافى.